السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما عليك يا سيدي انك انت بقى هتكتم من المسك ده هكذا قبل النوم مباشرة، وقطرة مسك تحطها في إناء مية سخن وتستنشق هذا المسك، تقضي على جميع الأسحار المشمومة وتقضي على كل سحر بيسبب لك تشتت الانتباه وبيسبب لك وسواس قهري وأصوات ما بتنقطعش من رأسك، وتبص تلاقي إن رأسك هادية، وتقضي على التوتر والاكتئاب والقلق بإذن رب العالمين. فتعالوا معانا نعرف ايه الطريقة ونستخدمها ازاي على الوجه الصحيح، فدوس لايك وشارك المقطع ده لاصحابك واصدقائك. اهلا بيكم. عايز اقول لك يا اخي الكريم حاجة مهمة جدا، ان في سحر من الاسحار بيسمى السحر المشموم. يعني على سبيل المثال ده بيحصل في دول الخليج وبيحصل في الدول زي المغرب والجزائر وبيحصل ايضا في مصر، وده طبعا نوع خبيث من السحر. عشان الساحر ما يوكلكش وانك انت تكون حريص انك انت تاكل عند الناس اللي انت داخل عندهم وخايف اللي هم يصابوك بالسحر، بيعمل طريقه غريبه شويه. ايه هي الطريقه ديت؟ ان هو بيجي جاي عامل سحر، والسحر ده بيكون عباره على بخور وورق بيتحط على بخور واشياء معينه، فيتحط السحر ده فتشم السحر ده، فمجرد ما تستنشقه يحصل عندك كده صداع بيمسكك في المنطقه ديت كده، والصداع ده كان في خيوط متشعبه في راسك، تحس من خلال الخيوط ديت ان في الام شديده جدا انت مش قادر انك تتحملها، وبالاضافه الى هذه الالام تحس ايضا ان في نبض في خلف راسك، وان الصداع اصبح ان ايه بيمسكك من جانب ويطرق الجانب الثاني، او ان هو مثلا بيمسكك من الامام ويسيب الخلف، او من الخلف ويبقى الامام ما فيهوش صداع. وده ان شئت فاقول عليه ان هو صداع الشقيقه او الصداع النصفي، والامه بتكون الام شديده جدا ما بيقدرش الانسان ان هو يتحملها نهائيا، ومهما تاخد من مسكنات يا عزيزي ما بيخفش الصداع ده خالص، وكانك انت يعني سبحان الله في الام وتعودت على الالام ديت. فانا هخليك باذن الله تقضي على هذه الالام بالايات القرانيه اللي انا هقولها لك وبطريقه الاستنشاق، هتبص تلاقي ان الاحلام المزعجه حتى اللي كنت بتحلم بيها اختفت نهائيا، والناس اللي بيجي لها توتر وقلق اثناء نومها وما بتعرفش ان هي تنام باذن الرحمن جل وعلا هتلاقي نفسها ان هي بتنام نوم هنيء وكويس. ولو في واحد ان بيسمع اصوات والافكار السلبيه ما بتتركوش نهائيا، وبيظل ان هو يفكر في امور ما فيش منها اي فايده، ويبص يلاقي ان التفكير ده يعني سبحان الله مسيطر عليه، هتبص تلاقي ان التفكير ده انقطع عندك نهائيا، واصبحت نفسيتك هاديه، واصبح عندك سكون وركون، وما فيش اي قلق ولا في اي خوف، وفي استقرار وطمانينه في نفسك باذن رب العالمين. ثانيا انا عايز اقول لك على اعراض بيسببها السحر المشموم، منها مثلا ان الانسان يعني سبحان الله يكون قاعد معاك وشارد الذهن. فعلى سبيل المثال واحد صاحبك او صديقتك وبتعز عليكي تكونوا قاعدين مع بعض في قاعده، فتبص تلاقي نفسه ان هو منطوي كده منعزل عايش مع نفسه في دنيا تانية، وتبص تلاقي ان علامات الحزن مخيمه عليه، وكان الحزن يعني سبحان الله مقطعه من جواه. فوق من كل ذلك تبص تلاقي ان هو بيبكي لوحده بدون اي سبب، والناس اللي بيحصل لها بكاء لا ارادي ده وبيلاقوا ان البكاء شديد جدا عندهم وما يعرفوش ايه هي اسباب البكاء ده، ويبصوا يلاقوا ان عندهم حزن شديد قوي، يعني على سبيل المثال مفيش فرح ولا في سعادة. فعشان يحقق السعادة والفرح حتى لو خرج في أي مكان يحس فيه بالوحدة ويحس فيه بالانكماش ويحس فيه إن في شيء كبير أوي ناقصه. فأنا عايزك إنك أنت تركز معايا في اللي أنا هقوله لك ده، وبإذن الرحمن هتتخلص من كل المشاكل وكل الأضرار اللي موجودة عندك. فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واديني تركيزك وانتباهك. أول حاجة يا أخي الكريم أنا عايزك تعرف شيء مهم جدا، إن أعراض السحر المشموم بيخلي الانسان منعزل زي ما قلت لك، وفوق من كل ذلك ان هو ما فيش فرحه ما فيش سعاده، فوق من كل ذلك لما بيجي مثلا يذاكر او ان هو يطلع على المذاكره بتاعته تبص تلاقي عنده صدود شديد جدا من المذاكره، ولو ذاكر ما يقدرش ان هو يحصل اي ماده علميه، ولا يقدر ان هو مثلا يقول لك انا كنت بذاكر ساعه واثنين وثلاثه كنت ممكن اخلص الماده والخصها والامور كلها تمام، لكن سبحان الله دلوقتي مهما ذاكرت ومهما عملت ابص الاقي نفسي مش فاكر اي حاجه من اللي أنا ذكرته، أو فاكر أي شيء نهائيا من اللي أنا اطلعت عليه، ويفضل بقى في حالة من الاكتئاب والحزن لحد ما يترك المذاكرة نهائيا. وأنك أنت تبص تلاقي أن أمك أو والدك عندهم حالة شديدة جدا من النسيان، يعني يقول لك أنا كنت عايز أقول يا أخي حاجة مش فاكر إيه هي، مش متذكر إيه هي، أنا نسيها، هو ايه اللي انا كنت بفكر فيه؟ طب انا كنت عايز اقول ايه؟ طب كنت عايز اتكلم فيه؟ فتبص تلاقي حاله الشرود الذهني اللي موجود عنده بلغت يعني منتهاها. فكل الاعراض ديت من اعراض السحر المشموم،
والسحر المشموم زي ما قلت لك بيسبب لك اكتئاب، بيسبب لك حزن، بيسبب لك عزله، بيسبب لك ضيق في النفس قبل صلاه المغرب مباشره. الناس اللي بتعاني من ضيق ويحسوا ان في خشونه كده في صدرهم، مش قادرين ان هم ياخدوا النفس، والنفس يحس ان هو ضيق، ويحس ايضا كان راسه بتلف كده وهيدوخ وهيقع على الارض، او ان بيجيله تشنجات. فكل ما عليك ان الطريقه اللي انا هقولها لك ديت اسلم طريقه تعالج بها السحر المشموم. ايه هي؟ هنجيب زجاجه مسك زي الزجاجه اللي موجوده ديت بالظبط. الزجاجه ديت يعني سبحان الله هنقرا عليها ايات باعداد معينه، زي مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. يكرر الايه ديت 17 مره. هيجي له واحد ذكي يقول لي هو ايه الحكمه من التكرار؟ لعل ان قلبك يحضر في مره من ال17 فلا تشقى بعدها ابدا. اما الايه الثانيه قوله تعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا خرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. تركز على الكلمة دي من آخر الآية الجملة المباركة دي، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور، وتكررها 21 مرة. ثم بعد ذلك يا أخي الكريم هتقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ من أول سورة الحقة لآخر الحقة، ثم بعد ذلك آخر سورة الواقعة، تمام؟ هتقراها 3 مرات. ثم بعد ذلك لما تخلص قراءة هتنفس على المسك اللي موجود قدامك ده. لما تنفس على المسك هتبدأ بقى انك انت ايه؟ تقرأ ايضا 3 صور من جزء عامة، الصورة الأولى الشمس 7 مرات، صورة الليل مرة واحدة، صورة التكاثر مرة واحدة، وتختمها بالمعوذتين والإخلاص والكافرون كل واحدة 3 مرات. ثم تنفس كمان مرة 7 مرات. تمام؟ ثم تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني 7 مرات، ثم تنفس المرة واحدة بس، يبقى كده معك 15 نفسة. النفسات الأولى أن أنت لما أنت قرأت الآيات اللي أنا قلت لك عليها والصور اللي أنا قلت لك عليها والدعاء اللي أنت دعيت بيه. ثم بعد ذلك هتدهن الجبهة وهتدهن الأنف، وهتجيب كوباية مية سخنة جدا، سخنة سخنة بمعنى كلمة سخنة، وتحط عليها قطرة مسك، ثم تستنشق البخار اللي طالع، وتفضل تاخد هذا البخار وتقول بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره لمدة، يعني لما الكوباية تبص تلاقيها يعني سبحان الله هديت الماء بتاعها وأصبح الماء فاتر وأصبح إن ما بيطلعش بخار، توقف على كده 3 أيام بالظبط. قل وداع للاكتئاب، للحزن، للصداع النصفي، للشقيقة، لزغلالة العينين، للألام اللي بتكون موجودة في الصدر، لألام اللي بتكون موجودة أيضا في القلب ووجعه، ولضيق النفس، وهتبص تلاقي إن كل الاكتئاب اللي كان موجود عندك اختفى نهائيا، وحتى لو في نبض في جسمك هتبص تلاقي انتهى نهائيا، لأن أنت كده بتقضي وبتخنق على الشيطان اللي ساكن في جسدك. شاركها لغيرك فالدل على الخير كفاعله. ولما تجربها وتجيب معك نتيجة اكتب لنا في التعليقات. دمتم في ودي في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.